ايضا النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في اهتمام كبير جدا السنه دي بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي من قبل كل المسؤولين في النادي الاهلي. اخرها امبارح كان في اجتماع مهم جدا او نواحي تثقيفيه او محاضرات تثقيفيه للاعبي القطاع وايضا للمدربين من النواحي التحكيميه. كابتن سمير عثمان الحكم الدولي السابق، كابتن خالد بيبو كلمه وكان في محاضره مهمه جدا. احنا شايفين خلال الفتره اللي فاتت دايما في تعديل في قوانين التحكيم، فلازم النهارده اللاعبين والاجهزه الفنيه المدربين لازم يكونوا على درايه بكل قوانين كره القدم، فده شيء جيد جدا. شفنا قبل كده محاضرات في التغذيه في النواحي النفسيه، النهارده هنشوف مع بعض يعني تقرير مهم عن المحاضرات اللي تمت في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بمدينه نصر واخر القوانين اللي الكابتن سمير عثمان حاضر فيها المدربين واللاعبين. نروح نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بدانا في الاسبوع اللي فات او اول اسبوع يعني بدانا بالفرقه 2006 ولا 2005 والنهارده عندنا بنكمل بقيه المحاضرات لكل الفرق ان شاء الله. كل الفرق هتاخد نفس المحاضرات و يعني بصراحه بنشكر الكابتن سمير طبعا على ان هو لبى الدعوه ان احنا حابين ان هو يكون موجود معانا، هو اللي يشرح لنا التعديلات الجديده اللي نزلت على التحكيم. هو بمنتهى الامانه كمان يعني حد شاطر جدا، بيفهم الولاد بطريقه سهله وبيخاطب الولاد على كل واحد على مستوى عمره. يعني انت عارف احنا ناشئين ما بتشتغل على سن واحد، لا انت بتشتغل على ولاد صغيرين لسه بادئين بيلعبوا 11 السنه دي، فبيعرفهم الحاجات من البدايه. فوقت المحاضره بيبقى طويل ولغايه ما وصلنا للفرق الكبيره اللي هي يعني خلاص هو نضج يعني وخلاص هيبتدي فكره من ناحيه ثانيه. فهو انا بصراحه عجبني جدا طريقه شرحه للولاد وطريقه دخوله لكل الولاد من طريقه المحاضرات. عرفت ان هو مذاكر كويس قوي وجاي عايز يفيد الولاد بحاجه كويسه جدا، فانا بشكره مره ثانيه وبشكره على المجهود اللي هو عمله. في منتهى الامانه احنا يعني كان الدور الكلام كتير في الفتره اللي فاتت في المحاضرات يعني، وواحده واحده طبعا انت عارف الولاد في سن صغير ده بيزهقوا بسرعه قوي من الكلام، وان انت تبقى على طول يعني محسسهم دور ان انت بتتكلم كتير وهما بيسمعوا بس. فده احنا غيرنا الاسلوب ده شويه ان احنا بقينا هما اللي بيتكلموا وهما اللي بيخشوا معانا في الحوار، وبقت الموضوع موضوع مناقشه مش موضوع ان هي تعليمات وانت تنفذ وخلاص، لا احنا بنتكلم على الاولاد وهما اللي بيبقوا ليهم اراء. ولما شفناه كده في المحاضره كابتن سمير بيسال وهما اللي بيجاوبوا، يا اما هما بيسالوا وهو بيجاوب، فالموضوع لما بيبقى موضوع نقاش كل واحد عنده معلومه يديها للتاني فالموضوع بيبقى احسن. طبعا هي فكره كويسه جدا خاصه لما تدي المحاضرات دي للناشئين افضل لما تديها للفرق الكبيره. برضو برغم انها للفرق الكبيره مهمه بس فرق الناشئين برضو مهمه. انا طبعا لبيت دعوه كابتن خالد بيبو قال لي احنا في عندنا قطاع الناشئين على مراحل الفرق عاوزين نقول لهم التعديلات، فانا انتهزت الفرصه دي اديت لهم التعديلات وحاجات اللي موجوده اصلا في قانون كره القدم، في حاجات كانت واضحه بالنسبه لهم وفي حاجات الواحد وضحها بزياده. انا اتمنى كل الانديه تحذو حذو النادي الاهلي لان ده شيء مهم جدا. يعني في محاضرات الفرقه بتاعت كابتن ياسر رضوان وكابتن اينو، كابتن ياسر قال لي المحاضرات دي بتبقى الزاميه من الاتحادات للانديه، دي مهمه جدا. اتمنى وقبل كده كابتن عبد الزرق قالها لي برده لما كان في تركيا بيقول لي الفريق اللي مش بيحضر المحاضره بتاعه التحكيم اللي في بدايه المباراه بيتحسب عليه غرامه. الحاجات دي مهمه جدا ليه؟ انت في الملعب انت بتطالب بحاجات انت مش عارفها، يعني بتلاقي اللعيبه بيعترضوا والمدربين بيعترضوا. كابتن سمير عثمان قال كلمه مهمه، قال الكابتن ياسر رضوان وهو في الاحتراف بيقول دايما المحاضرات دي الزاميه من قبل الاتحاد لجميع الانديه. علشان نبني صح لازم دايما تهتم بالقاعده. القاعده هي قطاعات الناشئين. الاهتمام ما بيبقاش اهتمام فني في الملعب بس، لا انت اهتمام تثقيفي من خلال التحكيم عشان اللعيبه تعرف الجديد في قوانين كره القدم. او كمان تثقيف اللعيبه من نواحي التغذيه اللي محتاجينه قبل التدريب او بعد التدريب او قبل المباراه او بعد المباراه، وايضا كمان من النواحي النفسيه. وخاصة كمان انت لما بتكون لاعب في النادي الاهلي بتقابل ضغوطات كبيرة، كل مباراة بتلعبها محتاج فيها دايما الفوز، فده محتاج لاعب ذو شخصية قوية. علشان كده في
مجهود كبير بيبذل داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بنحيي كل المسؤولين عليه، لجنه التخطيط والكابتن خالد بيبو وكل المدربين، وايضا بنشكر الكابتن سمير عثمان على المحاضره دي لكل لاعبي القطاع.